تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما تضمنته الكلمة السامية من إشادة وتقدير لسموه خلال ترأس جلالته اجتماع المجلس الأعلى للدفاع هذا نصها سيدي حضرة صاحب الجلالة الوالد العزيز الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه ملك مملكة البحرين المفدى تحية الولاء والطاعة والدعاء لجلالتكم بالتوفيق والعزة وطول العمر يشرفني أن أرفع إلى مقام جلالتكم السامي أسمى وأطيب التمنيات لجلالتكم بموفور الصحة والسعادة والرفاه. سائلاً الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يحقق لنا بفضل حكمتكم وقيادتكم كل ما نصبو إليه من خير ورفعة لبلادنا وشعبنا العزيز. سيدي صاحب الجلاله ان كلمات الشكر ومشاعر العرفان مهما جزلت ومهما حاولنا من تسخيرها وفصاحتها لن نوفي مدى اعتزازنا وفخرنا بتقديركم لخدمتنا لكم وفق واجبنا المقدس خلال تراسكم حفظكم الله ورعاكم اجتماع المجلس الاعلى للدفاع يوم امس املين ان نكون لكم دوما بتوفيق من الله عز وجل نعمل العون في تحقيق مساعيكم المباركه لمواصله للنهضة الشاملة لوطننا الغالي وترسيخ ريادته وازدهاره. إن ما تشهده مملكتنا والعالم من ظروف استثنائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا برهنت للجميع أن أبناءكم من فريق البحرين عتاد الوطن متماسكين ومتحدين ومخلصين لنهج مسيرة جلالتكم المباركة مستنيرين بتوجيهاتكم السامية ويحدوهم الفخر بكم حاملين راية الوطن راسمين أروع صور مشرفة بدأم العمل ونبذل التضحيات تحت لواء قيادتكم من اجل حفظ صحه وسلامه الجميع على هذه الارض الغاليه سيدي صاحب الجلاله اعاهدكم برا واخلاصا وطاعه وولاء على مواصله البذل والعطاء بعزم وعزيمه لمواصله توحيد الجهود الوطنيه وتسخير كافه الامكانيات حتى نجتاز هذا التحدي بعون الله لتبقى البحرين كما اردتموها دوما نموذجا للخير والتقدم شامخه عزيزه في ظل قيادتكم حفظكم الله ورعاكم ختاما اسال الله العلي القدير ان يوفق جلالتكم ويسدد دوما على طريق الخير خطاكم وان يبقيكم ذخرا وسندا ودمتم سيدي سالمين موفقين سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء